ادخل. ايه يا عادي ايمن، انت لسه نايم ولا ايه؟ لا انا هقوم اهو يا بابا. لا استنى، خليك هنا معايا، انا عايز اتكلم معاك شويه. حاضر. ايه ده، انت هتقعد جنبي ياض ولا ايه؟ انت اتجننت ياض؟ انا اسف يا بابا، ديني وقفت اهو. ايوه كده. قول لي ياض يا ايمن، هو انت بتحب الراجل اللي كان هنا الاسبوعين اللي فاتوا؟ راجل مين؟ الراجل اللي كان بيجي هنا وعايش معاكو ده. انت يا بابا، يا دي النيله على اللخبطه. ماشي يا سيدي، نعيد لك السؤال بطريقه تانية. قول لي ياض يا ايمن، هو انت كنت بتحب الراجل اللي كان هنا الاسبوعين اللي فاتوا اللي هو كان انا يعني؟ بص يا بابا، بصراحه انا كنت حاسس ان الاسبوعين اللي فاتوا دول ان انت مش انت. جدع يا ده ايمن، ناصح طالع لابوك. كنت حاسس انك واحد تاني احسن بكتير. احسن؟ انت اتجننت ياض ولا ايه؟ انت بتقول على الراجل التاني ده احسن مني؟ راجل تاني مين يا بابا؟ انا بقول عليك انت. صحيح. طب قول لي ياض، انت ليه ياض كنت بتحب الراجل التاني اللي هو انا؟ بابا انا بصراحه ما حسيتش اني بحبك غير الاسبوعين اللي فاتوا دول. ليه بقى كنت بتحبني ساعتها؟ عشان كنت بتسمعني وبتهزر معايا وبتسيبني العب كوره. ياض ياض، هي الكوره اهم من دراستك؟ يا بابا انا بحب العب كوره وبعرف العب كويس، بس انا مش عايزك تطلع لعيب كوره يا ايمن. انا مش لازم يعني اطلع زي ما انت عايز. ايه بقى دي الكلام ده يا بابا؟ انا اصلا مركز في دراستي ودرجاتي كويسه، بس نفسي تديني فرصه اعمل الحاجه اللي بحبها، مش يمكن انجح فيها وابقى حاجه. انت قد مالك قافش كده في موضوع الكوره كده ليه؟ عشان ده حلمي يا بابا، اتمنى انه يتحقق. يعني انت ما كانش عندك حلم وانت صغير؟ ها؟ طبعا كان عندي حلم، كنت بحلم افتح محل كبير قوي واشتغل فيه جزار. يا سلام، كنت بتحلم انك تبقى جزار؟ ايوه، ايه الغريب في كده يعني؟ يعني ما كانش نفسك في حاجه تانية وانت صغير؟ بس جده كان منعك؟ ايه ده، تعرفت منين يا ياض؟ هو صفاء حكي لك ولا ايه؟ ماشي يا صفاء، ما اشوفك بس. محدش حكالي حاجه يا بابا. ما قالكش يعني كده ان كان نفسي اغني وكنت بروح الافراح من ورا ابويا وكده؟ ايه ده، اول مره اعرف انك بتحب الغنى. شفت، يبقى حكالك. ماشي يا صفاء، بتفتش سري. بتفتش يعني ايه؟ يعني بيقول السر بس باللغه العربيه يا ابني، افهم بقى. قصدك بيفشي السر؟ لا يا ياض، وانت الشاطر مذاكر يا ياض. ايوه يا بابا بذاكر، وعلى فكره انت فتشت سرك دلوقتي. يا راجل، يعني صفاء ما فتشش سري؟ لا. يلا يا ايمن اصحى، اصحى عشان تروح المدرسه. بقول لك ايه، انا كنت بهزر معاك يا ياض في موضوع الغنى ده، اوعى تفتش السر ده لامك. ما تخافش يا بابا، مش هفتش السر. تعالى يا عفاف. حاضر يا اخويا، جايالك. هطمن بس على ايمن واجيلك على طول. ايمن راح المدرسه خلاص. يا لهوي، راح من غير ما ياخد السندوتشات اللي عاملاها له؟ ما تقلقيش يا عفاف، انا شويت له حتتين لحمه وحطيتهم له في الشنطه. طب والسندوتشات؟ تعالى اقعدي بقى يا عفاف، وما تخوتيناش بالسندوتشات. اقعدي، انا عايزك في كلمتين. خير يا اخويا، امرني. قولي لي يا عفاف، انت بتحبيني؟ الا بحبك، ده انت جوزي. يا عيني يا عيني. وابو ابني يا سيدي على الكلام الحلو. وانت اللي بتجيب لي الخضار من السوق، وعمرك ما جبت لي طماطمايه بايظه، ازاي بقى ما احبكش بعد كل الكلام ده؟ ايه ده، وانت بتقيس الحب بالطماطم؟ لا مش القصد، انا قصدي يعني انك عمرك ما حرمتني من اي حاجه. طب والاسبوعين اللي فاتوا مالهم؟ كنت بتحبيني؟ ده انا حبيتك بزياده قوي. ايه، انت اتجننتي ولا ايه يا وليه؟ في ايه يا سيد، مالك؟ انت بتقولي لي انك كنت بتحب الواد التاني ده اكتر مني؟ واد مين بس يا سيد؟ هو انا في راجل في الدنيا يملى عيني غيرك؟ امال ايه اللي قلتيه دلوقتي ده؟ يا اخويا انا بتكلم عنك انت، هو يعني اللي كان عايش معانا ده واحد تاني؟ ما هو انت برضه، بس كنت بصراحه متغير حبتين. متغير؟ ايوه. وانت بقى حبيتيني وانا متغير؟ بصراحة ليه بقى؟ عشان كنت حنين، كنت حنين قوي يا سيد. وانا قبل كده يعني ما كنتش حنين ولا ايه يا عفاف؟ لا كنت حمش. الله، وانت بقى ما عجبكيش الحمش وعايزه الحنين، صح؟ لا انا عايزه شويه من كده وشويه من كده. يا سلام، عايزه طبق سلطه يعني. انت بتقول فيها، ما هي عشان الدنيا تمشي لازم شويه حنيه ودلع يطروا على القلب زي الطماطم والخيار، وعشان انت راجل لازم تبقى حامش وحامي زي الشطه، ولازم برضو تبقى عاقل وتوزن الدنيا زي ما الملح بيتحط بالمظبوط عشان يوزن الطعم ويخلي الاكله حلوه. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الكلام الكبير ده يا عفاف؟ ده انت طلعتي فيلسوفه وانا مش عارف. يعني بجد عجبك كلامي؟ هو فتح نفسي بصراحه. طب يا اخويا حالا هقوم اعمل لك احلى اكل. لا ما تتعبيش نفسك، هاتيلي السندوتشات اللي كنت عاملاها لايمن.
ما هو اصلا يعني اصلي يا عفاف مالك؟ ما تقوم تجيبي سندوتشات. طب مش تعرف الاول هي سندوتشات ايه؟ مش مهم، اي حاجه من ايدك هاكلها حتى لو سندوتش جبنه. لا ما هي مش سندوتشات جبنه. امال سندوتشات ايه؟ اوعى يكون الاسمران المقلبز ابو عيون خضرة. ايوه عليك نور، هو البتنجان. ايه بتنجان؟ وانا مش قلت لك ما تعمليش بتنجان تاني يا عفاف؟ جرى ايه يا اخويا؟ ما انت الاسبوعين اللي فاتوا كنت بتاكله وكنت حبه قوي. يا دي الاسبوعين اللي فاتوا منك لله عطيته. مين عطيته ده؟ ما تشغليش بالك، قومي قومي هات البتنجان. هتاكله؟ لا اتصور جنبه، انت هتقرفيني ولا ايه يا عفاف؟ قومي يلا بقى هات البتنجان قبل ما ارجع في كلامي. مين؟ افتح يا دكتور صفاء. اهلا يا معلم، اتفضل. يزيد فضلك. ايه يا عم قافل تليفونك من الصبح وما جيتش المزرعه ليه ده كله؟ مؤاخذه معلم، انا مش هقدر انزل الشغل اليومين دول، وبصراحه كده انا كنت لسه هتصل بيك عشان استقيل. تستقيل؟ ايه الكلام ده يا دكتور صفاء؟ ايه يا عم نويت تشتغل في مزرعه تانية ولا حاجه؟ لا 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 يا معلم مش كده، انا بس يعني مخنوق شويه، بفكر بصراحه اسافر بره البلد. ايه يا عم انت في ايه يا دكتوره؟ الله انت مكتئب ولا ايه؟ بصراحة انا لحد دلوقتي مش قادر افوق من الصدمة، مش قادر اصدق اني خلاص خلاص مش هشوف عطيته تاني. يا دي عطيته اللي كل الناس بتحبه ده، انا مش فاهم الجدع ده في ايه مختلف عني. ايه ده، هو كان ساحر لكم ولا ايه؟ لا هو ما كانش ساحر لنا، بس هو كان ساحرنا بطيبته ودمه الخفيف وجدعانته اللي ما توصفش. يعني انا بقى اللي شرير ودم تقيل ها ونادل يا دكتور مش كده؟ لا لا مش قصدي يا معلم طبعا. لا قصدك يا دكتور صفاء، انتوا كلكم شايفيني كده، هو الحلو وانا الوحش، بس انا مش فارق معايا الناس دي كلها، انت بس اللي فارق معايا، وكنت فاكرك هتشوف وهتفهم. هشوف ايه؟ مش فاهم قصدك يا معلم. انت يا دكتور اللي اكتشفت حالتي وعرفت موضوع الشخصيتين ده، بس للاسف بقى جيت مع واحد على حساب التاني، جيت عليا عشان صاحبك. صاحبي؟ ما خلاص صاحبي راح. لا ما راحش يا دكتور. يعني ايه مش فاهم؟ هعيد لك كلامك يا دكتور، مش انت اللي قلت لي ان اللي ابويا عمله هو السبب في المرض ده؟ قلت لي ان عطيته ده كان العيل الصغير اللي عايز يغني وكان صاحبك اللي بتحبه. بس انا بقى انا مين يا دكتور؟ عارف انا مين؟ انا اللي شلت العيل الصغير ده وحوطت عليه عشان يعرف يعيش، انا اللي كنت بعمل الشخصيه اللي ابويا الله يرحمه كان عايزها، ولولايا ما كانش عطيته هيعرف يعيش. يا معلم سيد انا فاهم كلامك ومقدره، بس هكمل لك كلامك. انت ما كنتش عايزني انا اللي اعيش، كنت عايزه هو اللي يكمل وانا اللي اختفي، ولو كان ده حصل كلكم كنتوا هتبقوا مبسوطين. انا مش قصدي كده. ما تتكسفش من الحقيقه يا دكتور، كلكم كنتوا هتفرحوا لو الموقف اتعكس، ومحدش فيكم كان هيفتكرني. كنت حضرتك هتكمل شغلك في المزرعه اللي انا عملتها بفضل الله، وكان عطيته هيعيش في البيت اللي بنيته بايدي طوبه طوبه، وهيهزر ويلعب مع الواد اللي انا ربيته وكبرته، وكانت هتحبه الست اللي انا متجوزها. كنت هتفرحوا شوية وبعد كده كانت كل حاجة هتبوظ، عشان عطيته هو العيل الصغير اللي صحيح دمه خفيف وطيب وجدع، بس ما تعلمش يشيل مسؤولية، ما وقفش قصاد الدنيا زي ما أنا وقفت يا دكتور. صحيح كان هيملى البيت من جوه فرحة وسعادة، بس ما كانش هيعرف يحاوط عليه من بره زي ما أنا بحاوط. ملوش لزوم الكلام ده يا معلم، خلاص بقى اللي حصل حصل، وعطيته راح وانت هتكمل عيش حياتك بقى زي ما انت عايز. انا خلاص خلصت مهمتي وعالجتك. لا لسه فاضل حاجة واحدة لسه ما عملتهاش. حاجة ايه؟ انا عايزك في مهمة محدش هيعرف يعملها غيرك. بص انا عايزك تعلمني ازاي ابقى عطيته. ايه الكلام الغريب اللي بتقوله ده يا معلم؟ مفيش حاجة غريبة يا عم في كلامي. الله اللي بقوله لك هو الصح. ايوه بس ازاي؟ الله ازاي ايه؟ امال انت خليت عطيته يخش حياتي ومزرعتي ازاي؟ انا كل اللي عملته ان انا مرنته عشان يعرف يقلدك ويلبس لبسك ويتكلم زيك. بالظبط، وانا بقى هفضل بلبسي وطريقه كلامي، بس هتمرني اعمل الحاجات اللي الناس بيحبوها في عطيته. اهو معلم، بس انا اعرف امرن عطيته لانه فنان، يعني بيغني وبيمثل، عنده حاجات ولا مؤاخذه يعني مش موجوده عندك. انت برضو لسه مش فاهم يا دكتور، انا عطيته اللي واقف قدامك ده هو عطيته.
لا طبعا، انت المعلم سيد. يا جدع ما انا المعلم وعطيته. والله تجنني ولا ايه؟ هم نفس البني ادم، بس عطيته كان بيظهر غصب عني ودلوقتي ما بقاش يظهر. بدل ما تزعل وتعيط ساعدني يا اخي، ساعدني اخليه يظهر تاني بس بمزاجي. يعني انت هتبقى سيد وعطيته صاحبي؟ بالظبط كده، الله ينور عليك. قلت ايه يا دكتور؟ لا لا لا، ما تقوليش يا دكتور بقى، بالحضن بالحضن عطيته. اوعى يا جدع، انت بقى انت اتجننت ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، انت من دلوقتي تسمع كلامي وتعمل كل اللي بقوله لك بالحرف، يعني من الاخر كده تسيبني انا اللي اسوق، يا اما مش هساعدك. امر لله. بالحضن يا صفاء. بالحضن عطيته. يلا يا ايمن شوت يا ايمن. ايوه هتجون يا ايمن. في ايه يا عفاف؟ انت بتعملي ايه؟ بشجع الواد عشان يعرف يجري ويلعب كويس. يجري ويلعب ايه؟ ده قاعد احتياطي. يعني ايه؟ مش هينزل يلعب؟ لا ينزل. استني بس انا هتصرف. بقول لكم يا رجاله، ايه قولوا ورايا، هتقولنا ايمن يا جدعان. هتقولنا ايمن يا جدعان. هتقولنا ايمن يا جدعان. ده واد حريف بيجيب جوان. ده واد حريف بيجيب جوان. ده واد حريف بيجيب جوان. قول ورايا، عايزين ايمن. عايزين ايمن. عايزين ايمن. عايزين ايمن. اهو اهو ايمن نزل الملعب اهو. ايوه المدرب سمع صوت الجماهير اهو ونفذ طلبهم. ايوه اهي كوره مع ايمن اهي اهو رايح اهو. ايه ده ايه ده، هيعملها ولا ايه؟ الواد شكله هيعملها. الله الله ايه الترقيصه دي؟ يلا يا جون يا ايمن. الله اكبر الله اكبر. حصفه سعيد اللي ميسر.